جمهورنا المميز، جمهوري ميدان الدستور. ضعنا عليكم الاداء الاول للخمس المراكز، ولكن اللي في المركز الاول عزام. عزام منذ الانطلاقة وهو معزم على المركز الاول، وهو مسيطر على مقدمة الشوط الملكية. هناك لمضارب الراشد بخميس عابد المهيري، بينما المركز الثاني عجب. في المركز الثاني حمود بن حمد حمدان الوهيبي ايضا حاضر بشعاره، وثالث المراكز الغزال عبيد بن حمد العامري من ياتي ثالثا، وهناك ايضا بن كراز على ما ظن من الجانب الثاني حاضرا ينتقل شعاره من موقع الى موقع ومركز الى مركز مع من ايوه شاهين لخميس بن حمد بن كراز المهيري. وفي المركز الخامس هناك مشرف حمد بن عامر بن سعيد العويسي. هكذا مستمعينا الاعزاء، هكذا مستمعينا الاعزاء النداء الثاني، النداء الثاني. وخلف الكواليس اسامي لن يحن موعد دخولها، لن يحن موعد دخولها. وعزام مسيطر صامد على مقدمة الشوط، متجولا ما بين هذه الاسامي، متجولا ما بين هذه الاسامي القوية حقيقة. مطرب الراشد خميس عابد المهيري من يسيطر شعاره، ولكن مياس يا الزرعي واول ندى لراشد بن سعيد بن علي الزرعي، اول ندى لمياس. بينما اللي في المركز الثاني او ثالث المراكز مشرف حمد عامر بن سعيد العويسي، المركز الرابع الله يا شاهين سالم بخلفان بن راشد النايل الشامسي ايضا حاضرا يبغي النقطة الثانية. نقلتنا على مشغوب هناك للسيد عبد الله بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة. الله يا عزام، مسيطر عزام، صامد عزام حتى هذه اللحظة على المركز الأول مسيطرا. مضرب الراشد بخميس عابد المهيري على مقدمة الشوط، النقلة هناك مشرف حمد عامر بن سعيد العويسي ثاني المراكز. المركز الثالث مياس لراشد بن علي راشد بن سعيد بن علي الزرعي. المركز الرابع وصل النايلي مع شاهين سالم بن خلفان بن راشد النايلي الشامسي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا لعبد الله بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري. الله يا 600 متر الأخيرة، ال 600 متر الأخيرة سوف تشهد مسيرة عطاء ناموس، توقيت جميل مميز إن شاء الله. الله 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 يا مشرف حمد عامر بن سعيد العويسي، يبغي السلامات، وين يبغي السلامات لأهالي السلطنة. ولكن مياس العود راشد بن سعيد بن علي الزرعي لمن الشوط يا الزرعي ويا العويسي. وهناك النايلي ايضا حاضرا دافع بيبغي النقطه الثانيه، ال 200 المتر الاخيره. مياس ولا مشرف اللحظات الجميلة. يلا يا زرعي، يلا يا العويسي، الزرعي ولا العويسي، تهانينا للمالك مشرف حمد عامر بن سعيد العويسي. سلام 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 سلام. المركز الثاني مياس لراشد بن سعيد بن علي الزرعي. المركز الثالث هناك حميد بن سالم بالقوبع المنصور. المركز الرابع اللي في المركز الرابع عزام لمطرب الراشد بن خميس بن عابد المهيري. وفي المركز الخامس شاهين لسالم بخلفان بن راشد النايلي الشامسي. هكذا كانت النتيجة، 4 دقائق 45 ثانية، تهانينا والناموس.